وفاة النجم السوري محمود جركس المشاهير ينعونه، إليكم آخر ظهور له على فراش الموت. أنت متأكد يا جناب الجوخدار أنه أبو جبري انتقل لرحمة الله عز وجل؟ توفي الفنان السوري محمود جركس عن عمر نهز 90 عاماً قبل ساعات بمحل إقامته في السويدة، وذلك بعد صراع مع المرض. في التفاصيل، نعت نقابة الفنانين في سوريا الثلاثاء الفنان القدير محمود جركس على إثر وفاته عن عمر يناهز 90 عاماً. مرحبا شيخي. أهلين وسهلين أبو هاشم، 100 مرحبا. خير إن شاء الله، شو الحكاية؟ لا ما في شيء، قلت لحالي لا أمشي معك. ونشرت على حسابها عبر فيسبوك، قالت النقابة إن فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الخبر الحزين، مقدمين التعازي والدعوات في وفاة الفنان السوري المحبوب محمود جركس، كما ودعه عدد من النجوم بكلمات مؤثرة، طالبين من محبيه الدعاء له بالرحمة. جايين على الكركون، احنا وين جايين؟ لينا عم جايين برجلينا وبدنا نقابل رئيس الكركون. مو هيك وصيم قابلت رئيس الكركون. وفقاً لمعلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سبب وفاة جركس يعود لصراعه الطويل مع المرض، حيث أنه تعرض لوعكة صحية ألمت بجسده في حزيران عام 2017، ونشر موقع الفن حينذاك صورة له في غرفة العناية الفائقة، وأشار إلى إصابته بوعكة صحية قاسية نقل على إثرها إلى قسم العناية الفائقة بأحدى المستشفيات، حيث خضع للعلاج وتم متابعة حالته الصحية. بدورها، نعت الفنانة السورية نادين خوري الفنان محمود جركس، ونشرت على حسابها عبر تويتر قائلة: صاحب التاريخ العريق في مجال الدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة، كان لي الشرف أن أقف أمام هذه القامة الكبيرة في الكثير من الأعمال. الرحمة لروحه، خالص العزاء لعائلته ومحبيه وللوسط الفني. إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر أن الفنان السوري محمود جركس يملك في رصيده أكثر من 60 عملاً مسرحياً وعشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية، حيث ظل اسماً لامعاً في المسرح. ومن مسلسلاته التي اشتهر بها صقر قريش والخوالي والجمل وياقوت والعبابيد ونساء بلا أجنحة، كما قدم عدداً من الأفلام من بينها سفر الأجنحة وعاريات بلا خطيئة في عام 1967.